فنجد على أن وسائل التعاملات المحرمة الآن تعددت، وأصبح من العسير على التاجر لا سيما الشاب أن يعرفها. فما هي الخطوط العريضة والدلالات التي يتخذها التاجر كخطوات عريضة أو علامات تبين له طريق سلوكه في تلك التجارة؟ أحسن فيما ذكره الشيخ حفظه الله تعالى بيان لما ذكرت، فلا شك أن من أراد أن يقدم على التجارة فإنه يحتاج إلى فقه في أمر دين. الفقه هو الوسيلة التي تفضي بالعبد إلى شاطئ الأمان، إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، سواء في ما بينه وبين الله من معاملة أو من عبادة محضة، أو فيما بينه وبين الخلق من المعاملات المالية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين أمارة على أن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا الإنسان خيرا. ولذلك فإن على كل من أراد أن يتجه إلى التجارة أن يكون لديه الحد الأدنى من الفقه. ولذلك كان يذكر أهل العلم أن التجار كانوا إذا سافروا يصطحبون معهم فقهاء، وكانوا يقولون أنه لا بد للتاجر من فقيه صديق، إن لم يكن بنفسه فقيها فعليه أن يكون متصلا أو متواصلا مع أحد من أهل العلم، ولا أقل من أن يحيط متعاطي التجارة بأصول فساد المعاملات، أو ما يعرف عند العلماء بالأصول العامة للفساد في المعاملات. فعليه أن يعلم أن من المتقرر لدى الفقهاء أن الأصل في المعاملات الحل، ولكن هذه المعاملات تتطرق إليها أو يتطرق إليها الفساد من أبواب كثيرة. من هذه الأبواب مخالفة أمر الشارع في أمر منهي عنه. ينبغي لكل مسلم أن يعلم أن هناك مناهي من الشارع عن جملة من المعاملات، كما تعلمون منها مثلا البيع وقت نداء الجمعة، منها أن يبيع الإنسان على بيع أخيه وأن يساوم على سومه، منها مثلا أيضا من المناهي الغش والتدليس إلى غير ذلك مما ورد النهي عنه من الشارع. أيضا عليه أن يعلم المفسد الآخر من مفاسد أو من ما يفسد المعاملات، يفسد المبايعات، وهو الربا. فالربا لا شك أنه من أعظم الكبائر، وناهيكم أن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه حرب بين الله وبين العباد، والنصوص في هذا معلومة لديكم بالضرورة. والربا ينقسم إلى نوعين، هناك ربا الديون وهناك ربا البيوع. فربا الديون نوعان، أحدهما ربا الجاهلية وهو أنظرني وأزيدك، فإذا تقرر دين في ذمة شخص ولم يتمكن من الوفاء مد له الدائن في الأجل مقابل زيادة في المال، هذا هو عين الربا، أو أن يقترض بزيادة، هذا هو عين الربا، هذا هو ربا الجاهلية. والنوع الثاني معروف عند بعض الفقهاء بضع وتعجل، بمعنى أن يكون للإنسان دين على آخر فيطلب أحدهما تقديم السداد
مقابل الحق، فهذا يسمى بضع وتعجل، وهو مختلف فيه بين الفقهاء. أما ربا البيوع فنوعان: ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة أيضا مجمع عليه، وهو أن يباع ربوي بربوي آخر مع تأجيل أحد البدلين، كأن يباع ذهب بذهب النسيئة، فضة بفضة النسيئة، ذهب بفضة النسيئة، تمر بتمر النسيئة، شعير بشعير النسيئة، تمر بشعير النسيئة، بر بملح النسيئة. هي الأصناف الستة التي ورد فيها الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، يدا بيد، مثلا بمثل. وهي نوعان: أثمان أو نقود وسلع. فالأثمان الذهب والفضة، هذا قسم براسة، والسلع أو المطعومات هي الأربعة المعروفة. فإذا بيع واحد من هذه الأربعة بالآخر وأخرنا أحد البدلين، فهذا هو من ربا النسيئة المجمع على تحريمه. كذلك أيضا إذا بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو ذهب بفضة فأجلنا أحد البدلين، فهذا هو من الربا المحرم المجمع على تحريمه. النوع الثاني من ربا البيوع هو ربا الفضل، وهو أن يباع الجنس الربوي بذات الجنس مع زيادة في أحدهما مع التقابل، يعني يباع ذهب بذهب مع زيادة، يباع فضة بفضة مع زيادة، يباع تمر بتمر مع زيادة، يباع شعير بشعير مع زيادة، وهكذا مع التقابل. فهذا يسمى ربا الفضل، والذي عليه جمهور أهل العلم ونعلمه من مشايخنا أهل الفتوى أنهم يحكمون بتحريمه. فإذا لا بد من أن يعرف الأصل الثاني من أصول الفساد، وهو الربا، وأن يتفقه في هذا الأمر. أيضا من أصول الفساد الغرر، ما يسمى عند الفقهاء بالغرر، وهو ما على ما يقولون ما شك في حصول أحد عوضيه. فالغرر هو سبب من أسباب فساد المعاملات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر كما ورد في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. غير أن العلماء نظراً لاستقرائهم لأحكام الشريعة قالوا بأن الغرر المؤثر له شروط، الغرر الذي يفسد المعاملات له شروط، وذكروا من هذه الشروط أن يكون كثيراً غالباً على العقد، لأنه لا تكاد تخلو معاملة من المعاملات من شيء من الغرر، لكن الغرر اليسير مغتفر. كان الفقهاء قديماً يمثلون، قالوا كأن يشرب من السقاء بعوض، لا يدرى كم بيشرب كوب كوبين ثلاثة، هنا يوجد الغرر ولكنه غرر يسير، مثل ما نعرفه الآن على سبيل المثال، ربما أظهر في التمثيل ما يعرف بالبوفيه. الآن أنت تذهب إلى المطعم وقال لك أن هذا تشتري بخمسة ريالات، أو يعني لك أن تأكل حتى تشبع بخمسة ريالات، الناس يتفاوتون في هذا تفاوتا كبيرا، فهذا غرر كثير من أهل العلم يحمله على أنه غرر يسير ليس غالبا على العقد، وإن كان هناك من يمنعه، ولكن الذي نعلمه أن أكثر على أنه غرر يسير مغتفر، هو موجود الغرر ولكنه يسير. الشرط الثاني قالوا أن يكون في المعقود عليه أصالة لا تبعا، فإن كان تبعا فإنه يغتفر. أيضا قالوا أن يمكن التحرز منه بغير مشقة. قالوا أيضا أن لا تدعو إليه حاجة عامة. على رأي بعض العلماء أن يكون في عقود المعاوضات لا في عقود التبرعات. حاصل المقام على الإنسان أن يعلم أن الغرر أصل من أصول الفساد. المفسد الرابع كما قالوا هي الشروط المفسدة التي تعود بالفساد.
أيضا من الضوابط التي ينبغي مراعاتها في التعامل مع في المعاملات المالية كما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى الصدق والأمانة وعدم الظلم وعدم الغش. فهذه فيما أحسب أنها كما يقولون خطوطا عريضة ينبغي لمريد أو لمن يريد الدخول في هذا الأمر أن يكون على قدر من العلم بها، الربا والغرر والظلم أو وجوب انتفاء الظلم من المعاملات، لأن لا شك أن العدل هو واجب على كل مسلم في معاملاته سواء مع نفسه أو مع غيره، سواء مع الصديق أم مع العدو. فهذه فيما أحسب أنها ضوابط عامة ينبغي العناية بها من قبل من يريد التوجه إلى التجارة.